محمد يا ابونا على راسك لا تعذب الناس يا مرحبا من أبدع البهيش سلايد يدوه عسكر وجيش قدر البهيش عندنا في قرار وزعر رواسي واتسع الديار المجد والتاريخ يا جمعة تفرد في ثورة البرود والدائلة نبدي الله قبل زوع الخبر ثم الصلاة على نبي البشر يا مرحبا من أبدع والبهيش سنايد يقوه وعسكر وجيش ترحيبنا من أودع والحسين أربع قبائل مثل درع ضمين قدر البهيش عندنا في قرار وزن الرواسي واتساع الديار المجد والتاريخ يا جمعة تضرب في ثورة البارود والدايلة لا 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 الناس من جده إلى الخبر كل تبشر في علوم البشر سلام ما جال العوادي بهش صدرك وصدري بالمعاني جيش الله يا حب الغقر الحسين بكل معنى ينضم الناظمين والنعم يا لبه تجيد القرار ونعم العلوم الوفاء للديار والقاضي اللي سمع لا ما تعذرك مثل غبي فتوك وفتايا لا 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 صورة لو تنبلوها على البث المباشر تخضع إسرائيل ويعود معنا بالسنة طول يا عمرك إن شاء الله من بهيش كيف هذا التحدي والشموخ وازرق البارود شبه المجمع والفتيل والجناب والخناجر واللمعات السيوف صورة لو تنقلوها على البث المباشر تخضع إسرائيل وتعود معنا بالسنة يا البهاي صلى الله عليه وسلم أنتم اللي في الوسط أعطونا فرصة على شيء شوف العرضة كلام المصورين فما أنتم بلوها على البث المباشر تخضع إسرائيل ويعود معنا بالسماء كيف هذا التحدي والشموخ وازرق البارود شبه المجمع والفتيلة والجناب والخناجر ولمعات السيوف صورة لو تنقلوها على البث المباشر تخضع إسرائيل ويعود معنا بالسنة الكلام اللي يضره البشر ما فش الموفى وهل النقل ما وشك ليه إلا الفتيلة ومن يجب بحونا ما ترجع
الرجاجة ظلام ذا.